ميكروفون أنوان. مبروك عليك الباك فرحتي امك وباباك ومبروك عليك الباك فرحتي امك وباباك. السلام عليكم، معكم تلميذة بن مبروكة ملك متمدرسة في ثانوية صلاح الدين الأيوبي بالمسيلة. الحمد لله توفقت في نجاح شهادة البكالوريا بمعدل 1733 شعبة علوم تجريبية. من هذا المنبر نهدي نجاح تاعي الوالدية والعائلتي جميع وكل من ساندني في هذه المسيرة تاع دراسة تاعي، وبالأخص المؤسسات تاعنا وكل من قائم عليها. ولما ننجحوش إن شاء الله فرصة أخرى، ماهيش نهاية الحياة، كملوا فيها وإن شاء الله النجاح لكم. ميكروفون أنوان. أولا شيء أشكر سيدي المدير على إعانته وعلى كل مجهوداته الجبارة في إنتاج مؤسسة جميلة، وبذلك الشكر إلى والدي وبالأخص أبي الذي كان حافز كبير لدي وكان سبب في هذا النجاح رغم كل الصعوبات التي واجهتها طيلة العام الدراسي، ولكنني نلت في الأخير شهادة البكالوريا وكنت من الناجحين. أتمنى حظ أوفر إلى كل من لم ينال هذه الشهادة، أتمنى له المثابرة في عامه الثاني، وأتمنى لهم النجاح كثيرا، وأتمنى للناجحين طيلة الجامعة دراسة جيدة وينالون كل ما يريدونه. وأقدم كل الشكر إلى أساتذتي الذين كانوا معي في الصعاب كانوا معي في كل لحظة سيئة سواء جميلة أو سيئة كانوا معي. أشكرهم جزيل الشكر على مجهوداتهم الجبارة. ميكروفون أنوان. أنا التلميذة محمد شيكوش حنان متمدرسة بثانوية صلاح الدين الأيوبي متحصلة على شهادة البكالوريا بمعدل 13.47. الحمد لله هذا المعدل كان نتيجة مثابرة وتعب وسهر، رغم يعني الظروف اللي مريت بها آخر الأيام. فقدت الوالد نتاعي قبل 12 يوم من تاريخ اجتياز البكالوريا. بالرغم من هذا ما فشلتش، حبيت يكون لي تحدي نتحدى نفسي ونفرح في نفس الوقت والديا، فرح الوالد نتاعي اللي كان حاب يشارك الفرحة نتاعي وكان ينتظر فيها على أحر من الجنة. الحمد لله يعني وفقنا يا ربي تحصلت على المعدل اللي يرضيني ويرضي والدي، الحمد لله. ميكروفون أنوان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. اليوم تم إعلان نتائج على الرابعة مساء وفق تعليمات السيد الوزير. تم فتح المؤسسة لاستقبال المواطنين في أحسن ظروف، توزيع كذلك تعليق القوائم، كانت نتائج جد مشرفة. كما نلاحظ الفرحة العارمة للمواطنين، ما كانش صعوبات تذكر. ففتحت أو علقت النتائج على الساعة الرابعة بالضبط. أعلى معدل بالنسبة للمؤسسة عدنا 17.75، ثالثة علوم تجريبية خيش بوثينة. ما زلنا في انتظار الإحصائيات الإجمالية، لم تجهز حتى الآن. ميكروفون أنوان.